عبد الرزاق ورضا، المؤلف ديالك الجديد للجامعه المحليه والشان الثقافي، علاش ركزتي في هذا وعلاش اختاريتي هذا المحور تاع الشان الثقافي بالمقارنه مع الجامعه المحليه؟ اولا شكرا على الاستضافه. هذا الكتاب تحت عنوان جامعه المحليه والمساله الثقافيه، منبثق من ملاحظه ديال الجمود اللي كتعرفوا الساحه الثقافيه بصفه عامه وخاصه في الدار البيضاء والمدن الكبرى، انطلاقا من المشرع اللي اوكل عده اختصاصات للمجالس الترابيه كما اصبح يقال، ولكن مع ذلك كنلقاوها ما كتعطيش الاهميه للفعل الثقافي، جلها بقت مكتفيه بالمهام الحيويه للمواطنين بطبيعه الحال، ولكن الثقافي هو جزء من الشان الاجتماعي، هو حاجه اجتماعيه من طبيعه الحال، لان من المفروض نكونوا حتى هو كنهتموا به. اما على مستوى الكتاب فهو بالدرجه الاولى توثيق الانشطه اللي عرفتها جماعه المعارف من 83 حتى 2003، هذا توثيق قبل ما تنضطر، ولان لاحظت ما كايناش واحد الثقافه عندنا ديال التوثيق. وبالفعل ملي كنت كنجز العمل ديالي، هذاك الارشيف الشخصي اللي عندي انا كنت بالدارجه كنت حقرو، ولكن ملي بديت كنشتغل طرقت واحد عده الابواب وما لقيتش شي وثائق او صور وهذا اللي يمكن نعزز بها ما انا بصدد تدوينه وتوثيقه. ما عندناش هذه الثقافه ديال التوثيق مع الاسف، دونك هو عمل توثيقي بالدرجه الاولى، ولكن في نفس الان كنبعث بعض الرسائل لمن يهمه الامر، لعل وعسى يكون نفض الغبار على هذا المجال، وهذا بعجاله. حنا دابا في المعارف كما قلتي، يعني الكتاب ديالك تيوثق واحد المرحله من الثمانينات حتى 2030، المعارف كانت معروفه يعني على الصعيد الوطني بانها مقاطعه ولا جماعه اللي تهتم بالشان الثقافي، واش تقدر المعارف ترجع لهذا الدور هذا في في 2023 وما فوق؟ ممكن، الى كاين شرط اساسي هو وجود الهم الثقافي، الى كان مجلس منتخب وعنده الهم الثقافي او غير بعض الاسماء او لا اقليه في المجلس اللي عندها هذا الهم الثقافي، من المفروض ومن الامكانيه يمكن تنشط وتنظم واحد مجموعه من التظاهرات. ولكن انت سولتيني واش يمكن نرجعوا لذاك الزخام، صعب وصعب جدا، السياق ماشي هو السياق، نوعيه المنتخبين ماشي هما نوعيه المنتخبين، الاهتمامات ماشي هي نفس الاهتمامات. انا كنت اناقش احد الاصدقاء، شنو اللي قال لي؟ لقد مضى الزمن الذهبي للمعارف، وبقدر ما فرحت العصر الذهبي التعبير العصر الذهبي بقدر ما سالت عيوني دمعا لفعل الماضي.